هل تتوقع وده الكلام اللي كان مطروح على السوشيال ميديا بشكل كبير في الساعات الاخيره وجود المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات لاخذ عينات من كلا الفريقين؟ خلي بالك موضوع المنشط ده اكيد طبعا خد حيز كبير قوي 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 خلال الفتره الاخيره, واحنا بصراحه هنا في يعني احنا في يلا كوره نتمنى يعني فعلا والاعلام كله ان ده مستقبل الشباب, مستقبل اللعيبه بعيدا عن التنافس بعيدا عن اي شيء. ده المثل اللي انت بتحطه للولاد الصغيرين. منشطات النهارده يا جماعه اصبح امر خطير للغايه, وان يطلع الكلام ان في لعيبه تتناول يعني نخش في السكه دي. ومن كده يا محمد برضو خلي بالك نقطه مهمه, انت بتتكلم على لعيبه دوليه طبعا لا تمثل بس الانديه, ما بتتكلمش على لعيبه بتمثل الاهلي او بتمثل الزمالك او بتمثل الاسماعيلي او بتمثل الاتحاد او بتمثل المصري, لا دي لعيبه بتمثل منتخب مصر. فموضوع مش هين. انا على المستوى الشخصي شايف ان انتهى عصر انتقاء المباريات عشوائيا لاجراء تحليل النشاط في السنوات الاخيره. بيتم انتقاء مباراه من تقريبا يعني كل اسبوع او حتى ايفن كل اسبوعين. يعني لما احنا طبعا بنسال ببساطه بنسال الاداريين بتوع الفرق انت كم مره كم ماتش في الموسم بيتم اجراء يعني تحليل نشاطات لفرقتك؟ ممكن مثلا موسم كله يعني 34 ماتش فريق واحد يقول لك 4-5 ماتشات, فده معناه انك بتتكلم في نسبه تقريبا ما تجيش حتى يعني 20% من ماتشات كل فريق. انا في وجهه نظري احنا اصبحنا في حاجه ماسه لزياده النسبه دي لدرجه ممكن نوصل ل 70-80% وحسب يعني ممكن, واعتقد في تكلفه كمان الانديه بتدفعها في بدايه الموسم تزيد مفيش مشكله. المهم احنا نضمن سلامه اللاعبين, ومحتاجين نضمن سلامه لاعبتنا الصغيره, ومحتاجين ان هم كمان ما يمشوش أكيد. في الطريق ده ان هو اكيد طريق سيء وبيأثر على بعيد عن هم الرياضيين بيأثر على صحتهم كبني ادمين. طيب الزمالك ممكن نشوف فتوح وعبد الله جمعه الموجودين في المباراه دي؟ في الجزئيه دي في خبر نقول في خبر ان عبد الله جمعه واحمد فتوح خضعوا لاختبار المنشطات بسبب طبعا المشكله اللي حصلت في ماتش الاتحاد الاسبوع الماضي, وبالتالي العينات تم ارسالها الى معمل برشلونه المعتمد من المنظمه الدوليه وادا لاجل اعطاء النتيجه النهائيه, لان الموضوع اصبح من وجهه نظر المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات قضيه, ودي الكلمه اللي بيستخدمها كل مسؤولين المنظمه. في كيس عندنا, وبالتالي طبعا في كيس على طول انت بتبعت التحاليل للمعمل معتمد من الوادا, وطبعا معمل برشلونه من اشهر المعامل. كان في قبل كده معمل في تونس, دلوقتي بقى في المعمل موجود في مدينه برشلونه باسبانيا. واعتقد المفروض النتيجه بتظهر في وجهه نظري يعني من حوالي من 10 ايام لاسبوعين. انا من وجهه نظري اشك ان مسؤول نادي الزمالك يخاطروا بالدفع بيهم طالما ان في مشكله دايره. وطبعا كلنا اكيد شفنا اخر ستوري لاحمد فتوح اللي واضح فيها ان فيها رساله يعني بالاحساس بالظلم وبالاحساس يعني بالزعل, ان برضه اكيد عنده اسره وعنده اولاد, واكيد يعني هو تضرر من ما اقيل عنه خلال الفتره الاخيره. فانا اعتقد في وسط هذه الظروف ووسط هذه الحاله النفسيه اشك تماما ان هو يلعب مباراه. وطبعا احنا عارفين عبد الله جمعه مش اساسي يعني نادي الزمالك مش هيتضرر بغياب عبد الله جمعه, لكن احمد فتوح بنتكلم على ظهير ايسر منتخب مصر الاساسي, لعيب ركيزه, لعيب قوي جدا, لعيب ذو مكانه كبيره في الكره المصريه. وانا لا اعتقد ان الظروف المحيطه به في الوقت الحالي هتخليه لائق للمشاركه في المباراه.